ملاك ملاك في ايه؟ في حد معاه تليفوني رن على احمد بسرعة. انا معايا. ده بسرعة رني. الو الو احمد، وينه؟ انا في الكافيه، عايزة حاجة؟ ملاك اغمى عليه. اغمى عليه ازاي؟ مش عارفه. انتوا فاتحين الفيديو؟ لا، الفيديو خلص. يعني انتوا قفلتوه؟ ايوه. طب انتوا فين دلوقتي؟ احنا لسه في البيت. خلاص احنا جايين بسرعة. ماشي. هو جاي؟ ايوه. ماشي. ملاك ملاك، احنا قدنا الفقاعة بس مش شايفين فوق خالص. طب يلا نروح المستشفى، احنا ننزل. دكتور، احنا الدكتور هنا. انا في ايه؟ انت ازاي تخش هنا؟ مراتي اتولد. حاضر، سامح. طب دخلها بسرعة. لو سمح دكتور، يا لسه في الشهر التاسع، لسه في أوله. ماشي، احنا هنشوف محتاجة ولادة ولا لأ. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. ملاك، حد يرن على حد يرن على احمد بسرعة. انا جايبة الايباد بتاعي. رن بسرعة يا نانسي. الو الو احمد، وينك؟ انا في كافيه، عايز حاجة. ملاك ملاك تعبت وام عليها، واحنا مشغلين، واحنا في الفيديو، وانا مش عارفة اعمل ايه. انتوا مشغلين الفيديو؟ لا، احنا خلاص الفيديو خلص. ده انت في مستشفى ايه ولا انت فين دلوقتي؟ احنا هبعت لك طب مين اللي هيشيلها؟ طيب يعني انت لسه في هناك؟ احنا لسه في الصالون. طب انا جاي بسرعه. ماشي بسرعه. يعني هو جاي؟ ايوه. ده بدنا نوديها فين؟ مش عارف. لا طب ايه، مش هي لسه بدري قبل ما تولد؟ او تقريبا هي لسه في اول التاسع. طب انا خايفه اوي، متوتره. يا جماعة عادي، ولادة سهلة عادي. اسكتي انتي يا لمبة. حاضر، انا اسفة. هي فين؟ نايمة. محدش عارف. يا ملاك ملاك حبيبتي، مش راضية تفرحنا عنا بأي طريقة، مش عارفين نفوقها خالص. طب وانا طب خلاص، تعالوا نوديها المستشفى. طب يلا نمشي. نعم.
نعم ازيك، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز الدكتور مراتي بتقول الدكتور ما واحد في واحده بتكشفكم. يعني ايه في واحده بتكشفكم؟ انت ازاي تخش دكتور؟ انت ازاي تخش هنا من غير ما تقول مراتي بتولد؟ دخلها جوه على الاوضه بسرعه. ما تطلع بره. دكتور حاضر جاي. انت هلا تاكل؟ هما اتأخروا قوي. انا خايفة ان ده بنت هخش لهم معرفش. ولا مش وقتين. دكتور طب هي دلوقتي عاملة ايه يا دكتور؟ انا مش عارف والله يا دكتور عميس، بس انا ممكن دلوقتي اعمل لها اشعة واشوفها هي هتولد النهاردة ولا ايه. ملاك عميس مش قادرة، احنا ما توجعني او مش عارفة في ايه. ملك عميس رجعت نامت تاني يا دكتور. مدام ملك لو سمعتي احنا نقدر. دلوقتي هنشوف البيبي وكده، لو علشان يعني لو هي هتولد وكده. هي دلوقتي عادي تقدر تولد، بس هو مش خطر على صحتها وصحة البيبي. لا اصل هو البيبي اكتمل فعادي. يعني خلاص البيبي هيجي. كتير فرحان. ايوه احنا دلوقتي نقدر نقول للمدام ملاك ان هي هتولد بكره يعني. فالنهارده بقى تجهز حاجتها وكده، وتجهز بقى شنطها وشنط البيبي عشان هي خلاص هتولد بكره. فلو المدام ملاك عايزه تقعد معانا هنا تتفضل تقعد عادي. لا انا هروح. لا انا هروح. احمد فين يا ملاك؟ احمد بره. شكرا يا دكتور. يا جماعة انتوا مالكم؟ انا مش هموت والله، ده انا بولد. يا جماعة خلاص البيبي بتاع ملاك جاي بكرة. انت مفروض بقى تقولي لنا نوع البيبي ايه علشان خلاص هو بكره جاي. بكره اشوفهم والله. الحمد لله ان انت بخير. طب انا هغير بقى في سنه عشان نمشي. ثانك يو نانسي. احنا يلا بينا نروح. كده ليه؟ يكون حصل لها حاجة. اسكتي.
ما بيردوش. مين من البجح اللي بيرن ده؟ عندرو الشغل يكون مامة لميس جايبة الولاية. مين؟ بقول مين؟ الحمد لله. عاملة ايه يا لميس؟ الحمد لله. ما انتوا مالكم؟ في ايه يا بنتي؟ اتأخرتي او كده ليه؟ رابطين عليكي. اصل الدكتور حدث ميعاد اللي انا هولد فيه وكده. امتى بيب راح يجي؟ بكرة. عم تمزحي؟ والله ما عم بمزح. الف مبروك يا روحي. يا عمري الف مبروك. عبالكم. كتير متحمسة، كتير فرحانة. يلا بينا. بدي اعمل فيديو. فيديو عن ايه؟ فيديو بقى ان احنا التوكتوك فين تقريبا بل. احنا بقى بنحضر شنطة البيبي وكده. ايوه فكرة. يلا بينا. انا هفتح الكاميرا. هلو بمولانا الحلوين، النهاردة هنقدم لكم فيديو كتير. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن ان احنا هنحضر شنطة البيبي لانه ملك راح تولد. كتير متحمسين. يلا بقى. ايوان يلا يلا بينا. ربنا يكون في عونك يا صاحبي. بعد ما كنت معاك إيلة ويزن دلوقتي هيبقى معاك أربعة. يا لهوي، ده احنا في الزمن اللي احنا فيه ده هنجيب اتنين بس. مالكش دعوة، سيبه يلا. دلوقتي يا جماعة احنا هنجهز شنطة البيبي. فاحنا مش عارفين لسه. تختك يا حبيبتي، هناخد العجل دي معانا ولا هناخد بس يعني ولا ايه بقى؟ ولا ناخد ايه بقى؟ الببرونة والحاجات والبامبرز، ولا ناخد بقى الحاجات اللي هم هياكلوا فيها؟ مش عارفة هم هيتولدوا هياكلوا ولا لا، مش عارفة. بس يلا بينا نغير وبعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا لبسنا كلنا وخلصنا، ودلوقتي انا كنت حابة ان انا اخد شنطة السفر دي بس، يعني ان انا عالبيبي يعني هنيجي في نفس اليوم فاهمين، فمش هنقعد كتير. فهناخد دي وهاخد البيجامة دي عشان بعد ما البيبي بعد ما نول اولد البسها ودونة جاية. وطبعا الهاية او السكاتة مش عارفة، واتنين بمبوزة حلوين كده، و هاي البزازة. ناخد دي معنا ولا ايه؟ مش عارفة. بس دول تقريبا هيفضلوا في البيت وهنحطهم برا في الجنينة اهو. يا الله، انا بدي ايه لو يزن يجوا معي؟ ما ايه لو يزن عند ماما؟ معنا رن عليهم يجوا ولا لا؟ نعملها لهم مفاجأة ويجوا بقى بكرة البيت. مش احنا نيجي بكرة على المغرب كده؟ ايوه صح، هنمشي الساعة 8 الصبح نيجي على المغرب. فاول ما يجوا بقى يستغربوا ايه ده، ده احنا روحنا يومين جينا لقينا ماما جابت البيبي. يا لهوي انا جعانة. بتقولي ايه؟ جعانة. انتي حابه انتي بتاكليش 9 شهور وجاية دلوقتي تاكلي؟ ايوه اصل هي بقى استمنت ان البطيخة هتنزل بكرة، قالت ايه بقى اما اجيبها تاني. بجد انا عايزة اكل. حبيبتي اهدي، ملكوش دعوة. احنا خايفين عليك يا ماما لا تتخني، لو تخنت تبقى عاملة زي الفشلو بالظبط. انتوا مالكوا؟ انتوا مالكوا احمد؟
ليه روح؟ أنا بدي أكل وهم مالهم راضيين. هم مالهم؟ إيه ده؟ مرتي بدها تاكل وهم مالهم؟ أنا هعمل لك يا روحي. بدي أشرب حليب وخديك واحدة من ده وواحد من ده. كل يا روحي، هما بيأكلوكي من جيبهم ولا ايدهم؟ واحدة فيكي تعرف تغسل المواعين؟ ايه ده؟ هي جناني طيب. واحدة فيكي تغسل المواعين؟ ايه حبيبتي بتقولي ايه؟ ايه واحدة فيكي تغسل المواعين؟ لو انا اغسل المواعين يلا، مش قادرة اغسل المواعين. لانا يلا لانا اغسلي يلا. انا بقول لكم مش عايزه اغسل. لانا يلا الحمد لله غسلت المواعين. ايه ده؟ مفكرين لانا مش بتعمل؟ على مين؟ يلا يا حبيبتي انت وهي، الساعه بقت 9، قوموا ناموا علشان خاطر مين اللي هيجي بكره معايا المستشفى؟ احمد اساسي ولميس وننوس ومحمود ومريم، والباقي بعد اذنكم يا جماعه محدش يزعل، بس علشان خاطر المستشفى ما ينفعش ان احنا كلنا نروح. فبعد ما انا البيبي يجي بقى اول بقى بعد المولد ابو تعالى اكيد يا بنتي. طب يلا ننام.